السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معنا بالفيديو ده مجموعة من الأسئلة الخاصة بالنيابة العامة وظائف ملازم تحقيق، موجودة على القناة أكثر من فيديو بخصوص هذه الأسئلة والاختبارات، يمكنك الاطلاع عليها في القناة. إذا أردت الحصول عليها بنسخة البي دي اف يمكنك التواصل معي للحصول على النسخ جميع الاختبارات. إن مقدار الدية في إصبع اليد الواحدة هي ثلث دية النفس، ربع دية النفس، خمس دية النفس، عشر دية النفس، عشر دية النفس. من ذهب سمعه بسبب جناية فإن الدية تكون نصف، ربع، ثلث، كاملة، كاملة. الحارصة هي التي تشق الجلد ولا تدميه وتسمى بالقاشرة، صواب. هي التي تصل إلى أم الدماغ أي جلدة الدماغ المأمومة. عقوبات مقدرة شرعا في معصية لتمنع من الوقوع في مثلها، شرعت زواجر للنفوس ونكالا وتطهيرا، ولا يحل تعطيلها لا بشفاعة ولا بهدية. الجواب هنا الحدود، لا شيء مما ذكر وهو الحدود. يجب الحد على من وضع امرأة بظنها زوجته، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ادرؤوا الحدود بالشبهات ما استطعتم. خطأ. حد القذف حق للمقذوف خروجا عن الأصل الذي لا يجوز تعطيل الحد بالتنازل، وكذلك لا يجوز للإمام أن يعذره رغم سقوط الحد، صواب. يكون بالصفع وبالتوبيخ وبالعزل. التعزير، هناك فارق بين المنتهب والمغتصب والمختلس، وبين السارق، المنتهب والمغتصب والمختلس والسارق. أحدهما أو أحدها أن السارق تقطع يده إذا تحققت الشروط، بينما لا قطع في الآخرين، صواب. يجب أن يكون المال المسروق في حرص، فإن لم يكن كذلك فلا سرقة، صواب. هم الذين يعرضون للناس في الصحراء أو البنيان فيقصبون المال مجاهرة، المحاربون. جريمة يتمثل ركنها المادي في طلب الموظف العام أو قبوله أو أخذ عطية أو وعدا بعطية لقاء ما يطلب منه القيام بعمل أو امتناع عن عمل، الرشوة. لا يكفي لتحقق جريمة التزوير أن يتم تغيير الحقيقة في محرر، إنما يشترط الإضرار بالآخرين أو مجرد تعريضهم لاحتمال حدوث هذا الضرر، صواب. صفة الجاني ركن من أركان جريمة اختلاس المال العام، بأن يكون مرتكبها موظف عام مختصا بحيازة المال العام، صواب. من صور الركن المادي لجريمة الشيك، خيار رقم 2 زائد خيار رقم 1، عدم وجود مقابل الوفاء، تعمد تحرير الشيك أو التوقيع عليه بصورة تمنع صرفه، خيار رقم 2، خيار 1. يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن 3 سنوات، والغرامة التي لا تزيد عن 50,000 ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط. نوع عقوبة جوازية بالتشهير، عقوبة سحب الشيك بدون مقابل وفاء. هناك فرق بين اختصاصات النيابة العامة وبين خصائصها، صواب. كل شخص أسند إليه ارتكاب جريمة هو متهم. إن فتح التحقيق بالجرائم الكبيرة أو إذا كان المتهم مجهولا من قبيل النيابة العامة وجوبي. إن شاء الله نكمل بقية الأسئلة الخاصة باختبارات النيابة العامة في الفيديوهات القادمة. أتمنى الجميع التوفيق. شكرا لكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.